السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المشاهدين الكرام، عندنا بارتمان للبيع فهاد البلاصه هادي. البارتمان زوينه بزاف، يعني كيبيع مولا بالمتر. دابا ان شاء الله غندوزكم ان شاء الله واحد البارتمان اللي كتباع، عندها حتى الساسور كما كتشوفوا، يعني تقدر تستعمل السنسور يعني اللي كيطلع حتى 14 4 طاجات كما كتشوفوا. يعني هاد العماره يعني دار لي واحد البلان زوين بزاف، يعني حتى اللي يشري في 14 يعني في 4 الفوق يعني يقدر يطلع بالساسور كما كتشوفوا. يعني الحمد لله مجهز، يعني ما شاء الله. دابا غادي نطلعوا حنا نشوفوا هذيك الفوقانية، خليكم معايا. البني راه جديد، يلا كمل كيكمل عاد بالصباغة، مازال الناس كيصبغوا هنايا كما كتشوفوا. يعني الشارع عندهم منظم، نطلعو الدوزيام القناري اويس 9، نطلعو الدوزيام. هذه التروازيام المشاهدين الكرام، كما كتشوفوا راه باقي خدامين فيه، يعني الحمد لله كاينين معايا شحال من شقه كتباع. دابا غادي نطلعوا الرابعه، كما كتشوفو ها السنسور هنايا، يعني ما عندكم حتى مشكل، يعني لأن غيعطيكم واحد يعني شي حاجة بحال حنا كيقولو تشيب، هاد التشيب يعني كتبقى تطلع به، ديرها هنايا وتهبط وتطلع. ها حنا ندخلو دابا في بارتمون المشاهدين الكرام، كما كتشوفو الدورة كيشعل راسو، لي كنوصلو ليه كيشعل راسو. احنا غندخلو دابا في بارتمان كما كتشوفوا، بارتمان راه كلهم جدادين، يعني باقي ما سكنوا فيه حتى واحد. هاي كما كتشوفوا هذا هو الصالون، الصالون تبارك الله كبير. هذا هو كوميدور ولا كي كيسميو دال تحت كاع. ونشوفو شنو هادي عاوتاني، هالبيت خرافية، يعني حنا نقولو هداك الصالون ولا بيت، هالبيت خرا هنايا كما كتشوفو. عندها عاوتاني يعني مضوية تبارك الله، عندها جوج كيسميتو فين كتنفس الدار كما كتشوفو تبارك الله، يعني دارو لي واحد الخدمة زوينة بزاف. ندخلو المشاهدين الكرام دابا البيت الثانية كما كتشوفوا، يعني دابا بحال نقولوا البيت الثالثة بداك، يعني سلامونج، يعني هذه فيها ثلاثة دابا ثلاثة. ها التواليت كما كتشوفوا، التواليت وفي يعني في هنا كيخرج الماء في كلشي. وهذه عاوتاني داروا فيه الدوش والتواليت عاوتاني بوحدها كما كتشوفوا المشاهدين الكرام. كما كتشوفو يعني في دوش التواليت، يعني قدر بلا ما كيدوش هنايا، بلا ما بغا يمشي
قلت له غادي تقرا هي كاينه هنايا يعني مزدير واحد الخدمه زوينه بالصراحه كما كتشوف. نمشيو دابا البيت يعني الرابع حيا نقولوا تعتاد البيوت ديال الناس وصلاه يعني تبارك الله راه كبيره كما كتشوفوا. ومن هنايا كتشوف الشارع كتشوف الشارع ونخرجوا من هنايا من البيت نمشيو للكوزينه. هي كوزينه جات مربعه تبارك الله يعني صوبوها ماشي بحال هذيك اللي كتباعو ب 25 مليون يعني ما فيهم والو. هادو مجهزين مصوبين معدلين. هي الثلاجه غديرها هنايا مثلا وكاين صبانه هي بلاصتها هنايا بلاصتها هنايا وكما كتشوفوا مصوب الحمد لله كل شيء كما كتشوفوا. يعني هنايا غادي دير اللي كيسخن الماء كما كتشوفوا تبارك الله صوبوا داك الشيء زوين بزاف صافي. ومن هنايا هذه تقدر في الصبانة إما هي دابا ما كاين جوج بلايص تقدر تقدر دير فيه شي حاجة هنايا بحال كتغسل الكيسان ولا شي حاجة كنشوف دابا اللي كيخرج الماء من هنايا. وهذه تقدر دير فيه شي حاجة أخرى بحال سمحوا لي هذا واحد ديال الفران اللي كنشوف غيكون واحد البلاصة ديال الفران هو دا خويا ديال كيسميتو فين غيجي البوطال اللي كطيب الماكلة اللي كتشربو. شوفوا هادي والمنظر من هنا كتشوفوا الشارع اللي كتشوفوا دابا شوف بلافور كيف دايروا هنا في الفول يعني السطح ديال كما كتشوفوا تبارك الله دار واحد المنظر زوين بزاف. وبلافور عاود ثاني ديال هذا ديال الاخر كيسيو نشوفوا الضوء ديال هذا فين هو خليكم معايا ها هو كيشعل كما كتشوفوا ديال بلافون يعني صوبوه زوين تبارك الله. وهذا بلافون ديال هذاك باقي لابرونشار ديال وداروا له السراي كيطلعوا ويحطوا يعني بالضوء باقي ما يعني ما لصقوه كما كتشوفوا التليفون صوني مثلا إذا صنع لك شي واحد تحلو من ذي يعني الحمد لله فيها كل ما هي حاجة صراحة. نشوفوا الضوء ديال صالون مانج كيف داير فين غير التلفازة ها هو هنايا تبارك الله بارتمون زوينة بزاف. دابا غادي نطلعو نشوف نوريكم المشاهدين الكرام السطح كيف داير السطح خليكم معايا. هادي البارتمون أخرى كما كتشوفو الضو كيشعل راسو غير كدخل كيشعل راسو بلا ما تبارك على الضو. نطلعو حنايا للسطح نشوفو السطح هو كما كتشوفو الضو كيشعل راسو بلا ما تشعلو غير كتحرك وكيشعل راسو. نطلعو حنايا للسطح المشاهدين الكرام نشوفو السطح كيف داير هادشي ديال السنسور كما كتشوفوا الله هو ديال السنسور هذا. حنايا طلعنا للسطح كما كتشوفوا يعني هادشي راه كلشي جديد عاد تبارك الله السطح ديالو كتشوف المناظر زوينين بزاف. غنمشيو لان السطح عنده كبير من كل العماره عندهم يعني الاخر ديالهم بوحدهم ينفرقوا يعني هادشي هذا هادشي راه الصراحة صوبي دار لي واحد الخدمة زوينة بزاف. ومن هنا السطح ديالو راه كيطلع على البحر من السطح تقدر تشوف البحر بلاتي نشوفو من هنايا. المشاهدين الكرام دارو لي شوية الآخر قال شوية بلاتي مزيان نقدر بنادم يطل البحر من هنايا. كما كتشوفوا البحر راه كيبان من هنايا دابا. هذه هي بارتمان اللي بغى يشري
يعني يتصل بالنمره اللي غتلقاوه. يعني في الفيديو في الوسط ديال الفيديو تلقاوه في اخر ديال الفيديو وتلقاوه تحت الفيديو بلا ما تقول لنا تليفون التليفون اللي بغى الثمن او مزيد من المعلومات يتصل بالتليفون اللي كان في الفيديو غتلقاوه الكتابه لتحت على اليمين تلقاوه تما يعني التليفون اللي مسؤول على هذه العمارة هذه باش يكون لكم معلومات والثمن وداك الساعة تفهموا تجيو تشوفوا اللي بغى يشري مرحبا به. وكما كتشوفوا داروا حتى يعني حتى النيميري كما كتشوفوا كلشي مصوب يعني انتم ما ديروا حتى حاجة كما كتشوفوا حتى النيميري راه داروه من الفوق يعني هاد العمارة مجهز يعني حتى بالسنسور ديالو كلشي ديالو حتى الا شريتي في ربعة ديال الايطاج مزيانة لك لان عندها السنسور ما كاين علاش يعني تقول لي راه كاين الدرج ولا هذا. ونتمنى المشاهدين الكرام يعجبكم الفيديو، حنا دائما مع الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.